السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله فيديو الوصفات اليوم تلقاكم بصحه وسلام باذن الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوجبه ديال الغداء ولا العشاء اللي خفيفه ظريفه زوينه وسهله وغادي تعجب الكبار والصغار ان شاء الله. اليوم غادي نديروا تشيكن فاهيتاز طايبين في الفرن. دابا ما نطولش عليكم، يلاه معايا المطبخ، توكلنا على الله وبسم الله. أعزائي، هنا هذه غسلت الفلفلات اللي عندي، كل واحد غيدير القياس على حسب العائلة ديالو. أنا عندي هنا جوج صفرين، جوج أورانج، وحدة حمراء، جوج خضرين. داكشي اللي عندي في الثلاجة أنا درتو، وعندي واحد بصلة ونص غسلتهم دابا مزيان. إن شاء الله دابا غنحيد لهم الزريعة، نقيهم، هذا نقطعهم ونرجع معكم بإذن الله. حبيبي هنا قطعت البصله رقيقه كي تتشوفوا هنا معايا. دابا ان شاء الله غادي نديروا الفلفلات ديالنا، قطعوهم صافي. الفلفلات غادي نقطعهم على هذا الشكل، هذا بحال هكا، تيجيو على هذا الشكل هذا. دابا كلهم ان شاء الله غادي نمشي على هذه الطريقه هذه حتى نساليهم كلهم ونرجع معكم باذن الله. هنا كي تشوفوا معايا قطعت الخضره كلها، الفلفلات كلهم قطعتهم والبصله. وهنا خديت صدر ديال الدجاج حتى هويا قطعته على هذا الشكل طولي بحال هكا. سو دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نديرو هذا التوابل الاكله ديالنا باذن الله. اعزائي هنايا عندي تاكو سيزنين، انا سبق لي وصاوبته معكم في واحد الفيديو، غنخليه لكم في صندوق الوصف. كنت صاوبت التاكوز وصاوبت ليه كذلك التوابل ديالو في البيت. انا ديما كنصاوبهم وكنديرهم في هذا قرعه وتيكونوا عندي مجلودين. سو هنا غادي ندير تاكوز سيزنين، التوابل ديال التاكو في الخضره وفي اللحم، نفس الشيء اللي غادي ندير في الدجاج غادي ندير في الخضره، ما غنبدل والو. سو هكذا ان شاء الله. هنا غادي نزيد الثوم، انا كتعجبني الثومه بزاف دونك غادي نكثرها. سو كل واحد هنايا تيدير القياس ديالو اللي بغا. غادي نزيدو كذلك زيت، ممكن تستعمل اي زيت، انا غادي ندير زيت الزيتون. انا فيت اللي سبقت معكم طيبت تشيكن فاهيتوز بواحد الطريقه ديال البوطه، ولكن هذه الطريقه هذه انا ديما كنديرها كتكون ساهله، كان دغيا كنخلطوا هادشي وتندخلهم الفران وتيكونوا موجودين دغيا. اوكي، الخطوه التاليه هي غادي نحركو مزيان الدجاج ديالنا يشرب هاد التوابل كلها مزيان. الفيديو اللي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف فيه تاكوز، التوابل ديال تاكوز ساهلين، التوابل تتكون عندنا في البيت، وواحد كل واحد يدير سميتو الاختيار اللي بغا. بحال دابا اللي كيبغي الكمون كثر يدير كثر، اللي كيبغي الثومه كثر يدير كثر. بالنسبه للتوابل ديال التاكوز نفس الشيء، ملي غتمشيو ان شاء الله الفيديو تشوفوا كي تنصوبوهم في البيت تيتقاموا ارخص، وتنكونوا كذلك عارفين اشنو اللي غادي ناكلو. اوكي، هنا التشيكن ديالي هو تشرب كله هاد سميتو توابل مزيان. دونك دابا ان شاء الله غنسرحو، ما بغيتش شي وحده فوق وحده باش يطيبوا لينا في نفس الوقت. اوكي، من بعد الدجاج غادي ندوزو ان شاء الله دابا نفس الشيء غادي نديروه للخضره ديالتنا باذن الله. نخلطوها كذلك مزيان.
حبيبي كي تتلفوا معايا هنا، انا خلطت مزيان الخضره كلها، شعلت الفران ديالي على 400 فرنهايت 200 سلسيس، وغادي ندخلهم ان شاء الله يطيبوا. ماكسيموم انا بالنسبه ليا غنخليهم ما بين 15 و 20 دقيقه. ما كنبغيش انا الفلفله تكون يعني دايبه بزاف، كنبغي شويه تكون باقا شاده راسها، كل واحد غادي يطيب على حسب الذوق ديالو. غادي ندوقو وغادي نشوف الا خاصه شي حاجه راه غادي نزيدها. نقدر انا نزيد بحال الزعتر لان كيعجبني الاوريغانو معاهم. سو دابا ان شاء الله نتلاقاو منين الماكله ديالنا طيب باذن الله. حبايبي الاكله ديالتنا هي صبحات موجوده، كلشي طاب. الدجاج جا ما شاء الله بحال مشوي، شي طابغه في هذيك القيمه والزيت اللي درت ليه، ما درت لا ما لا حتى شي حاجه، جا ما شاء الله واحد الطعم فيه زوين. الفلفله كذلك ما طيبتهاش حتى هي طيبه ماشي خضره، مي ما قتلتهاش بالطياب، بقات شاده اللون كذلك ديالها. سو البصلات حتى هي ما فيها لا ما لا والو، جات مزيانه. هاد الخضر طابت غير في الماء ديالها، ديال الخضره ديالها. سو دابا ان شاء الله غندوزو وغادي نشارك معكم كيفاش انا غنقدم هاد الوجبه للعائله ديالي. اوكي هنا ان شاء الله غادي نفرش شويه ديال الخس، بحيث ان هذا الخس هو اللي غادي يهز على الخبز باش ما يفزكش لينا دغيا ويولي هذاك ساقي. هنا ان شاء الله من بعد الخس غادي ندير هنا فلفله مع البصله اللي طيبنا. نحاولوا نهزو كاع الالوان ديال الفلفله باش يجيونا مزيانين في الساندويتش، يبان الساندويتش ديالنا زوين. نفس الشيء هنا الساندويتش الاخر. انا هكا تندير لولادي كنعطيهم، وهذا تندير لهم جوج، واللي بغى يزيد تيبقى يزيد على خاطر. سو دابا هنا لهذا الساندويتش ديالي غندير دجاج. اوكي من بعد الدجاج غادي ندير شويه هنا عندي مكسيكان تشيز، عندي هنا خليط ديال اربعه الانواع تاع فخوماج، نديرو اللي بغينا المرتديل لا اللي موجود عندنا نديروه. دير بيديا احسن، ما غاديش نكثر لهم لاننا عارفاهم هما غادي يهزو بدي يزيدو راسهم. واخر حاجه غنديرها غير تزين هنا، غادي ندير عندي هذيك البصله الخضراء سكانيان، غادي نديرها من الفوق، ديروا السكانيان ديروا الربيع اللي بغينا نديرو نديروه. هنا بجانب الطبق ديالي درت غنحط لهم كل واحد غنعطيه الساور كريم. الساور كريم انا قلبت عليه درت ليه ترانسليشن وداكشي قالوا لي كريم فريش، ما هذا سميتو درنيت بحال لا كريم فريش، تيكون شي شويه فيه ديال الحموضيه ولكن زوين، تيجي في لي سوب كيجي بزاف د الحوايج كيجي ما شاء الله زوين. هكا ها هو الطبق ديال الوليدات ديالي، ها هو وجد. دابا ان شاء الله غندوز نوريكم الطبق ديالي انايا. هنا ان شاء الله غادي نصاوب دابا التبصيل ديالي. وهاد القضيه هذه اللي مهتم بالحميه ولا كيبغي ياكل صحي ولا زعما بغى يفقد الوزن، هاد الطريقه هذه زوينه. عوض ما نديرو الخبز تورتيلا بريد ولا الروز ولا شي حاجه، نديرو هذا نفرش اوراق تاع الخس ونحطو فيهم داكشي اللي بغينا ناكلو. دابا انا ان شاء الله غادي هذا هو اللي غادي يكون العشاء ديالي. غادي نشبع نو ما غاديش نشبع من ما غاديش نتزاد في الوزن، ما غاديش يطلع ليا السكر، بزاف د الحوايج غادي هذا غنعاون راسي بهم في هذه القضيه هذه. سو دابا هنايا ان شاء الله غادي ندير الشكل ديالي هذا الدجاج. هادشي هاد الطريقه ديال الاكل كتكون انا في الاول كنت لقيت واحد الصعوبه كبيره، ما كنكذبش عليكم حتى نعس فيا واحد الجوع ولكن مع الوقت وداكشي صافي دابا ولفت الحمد لله.
واخا ما تنشبعش كان هذا تنكون زعما بخير ماشي كيما كنت في الاول فاش يلاه بديت هذا فاش يلاه بديت هذه الحميه هذه والحمد لله لقيت نتائج زوينه عليها بزاف صحيا وكل شيء. دابا هنا ان شاء الله انا غادي نحط حتى انا غندير شويه ديال الساور كريم ماشي بزاف غادي غير بنه به ماشي بزاف حيت ما انا ما دايرهش الخبز داكشي علاش غادي ناخذ شويه ديال الساور كريم. كنت دابا مثلا خديت التورتيه بريد الخبز ما غاديش ندير كاع الساور كريم نهائيا سو كنحيدو من هنا وكنديرو هنا ولكن ماشي بواحد زعما بزاف غير شي شويه سو هكا وما غاديش ندير الفرماج علاش لانني خديت الساور كريم خلينا نعزل دابا واحد فيهم يا اما ندير تورتيه بريد يا اما ندير ساور كريم يا اما ندير هذاك الجبن سو انا ما غاديش ندير الجبن وما غاديش ندير هذا الخبز دونك ان شاء الله غادي ندير هذا خديت الساور كريم وغير شي شويه باش هذا بزاف هنا بغيت غير نشارك معكم غادي نخلي لكم ان شاء الله الفيديو في صندوق الوصف ديال كيفاش تصاوبوا التورتيه بريد كنديروا بيوغورت غنخلي لكم ان شاء الله راه عندي واحد الفيديو قديم كنكتب فيه بالفرنسيه والانجليزيه الا كان شي واحد تيهمو الامر وبغى انا ممكن انني نعاودها وانا كنهضر بالدارجه سو ان شاء الله الا بغيتو كيجي ما شاء الله زوين الا بغيتو هذا غنخلي لكم ان شاء الله تحت هذا الفيديو هذا غادي نخلي لكم جوج ديال الروابط الرابط ديال التاكو ديال التوابل ديال التاكو سيزنين والرابط الثاني هو ديال الخبز ديال التورتيه باليوغورت سو ان شاء الله سو هكا انا ان شاء الله غادي نقدم تبصيل هذا ديالي دوزو دابا ان شاء الله الشكل النهائي اعزائي كيف ديما الى عجبتكم ان شاء الله الوصفه ديال اليوم ما تبخلوش عليا باللايك سبسكرايب شاريو الفيديو ديالي باش يوصل بزاف ديال الناس وشكرا.